إنه مصاب بالكورونا، بدي أطمن عليك. إنه الوجع يمتد من غزة نحو سجن جلبوع على حدود غور الأردن، هكذا تقول والدة الأسير خالد السيلاوي المصاب بفيروس كورونا. طب إحنا قلقانين عليه كثير، إيش بدنا نساوي؟ يعني كيف بدنا نعرف أخباره؟ تريد الإطمئنان عليه وكل الطرق مغلقة أمامها، فهي منعت من زيارته منذ 5 سنوات. إحنا يعني قلقانين قلق شديد على ابننا، كيف يعني لما نسمع إنه ابننا مصاب بكورونا في داخل سجن، يعني سجون أقسام لا تصلح للعيش الآدمي، يعني ما فيش فيها تعقيمات ولا فيها تغذية سليمة ولا فيها أدوية، يعني احنا يعني متوترين، يعني متوترين، عايشين في حالة توتر في البيت. وباء الكورونا الذي غزا. تسللت كورونا لأجساد 115 أسيرا فلسطينيا حتى اللحظة، بعد إصابة 73 في سجن جلبوع نتاج الغياب المتعمد للتدابير الوقائية، وهو ما يجعل قلوب عائلاتهم تتآكل من فرط القلق. يستوجب على مؤسسات الدولية التي تدافع عن حقوق الإنسان وعن الأسرى داخل السجون الإسرائيلية أن تضغط على الاحتلال الإسرائيلي للضغط على الاحتلال من أجل تعقيم السجون ومن أجل الالتزام بالاتفاقية التي حصلت بين قيادة الحركة الوطنية الأسيرة وإدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، التي تنص على التالي: أن كل سجان إسرائيل أو محقق إسرائيلي يجب فحصه قبل الدخول أو التحقيق مع الأسرى الفلسطينيين. كل أسير فلسطيني يتم اعتقاله اعتقالا جديدا يجب أن يتم فحصه، وكذلك في حالة التحقيق معه يتم عزله لمدة 21 يوما. وأمام إهمال مصلحة السجون الإسرائيلية لنظافة الغرف التي تملأها الرطوبة والحشرات، عرضت وزارة الصحة الفلسطينية استعدادها لتقديم العلاج الكامل لكافة الأسرى. أعدم اكتراث مصلحة السجون الإسرائيلية لأوضاع الأسرى الفلسطينيين المصابين بفيروس كورونا هو جزء من سياسة التعذيب النفسي والجسدي التي تتبعها لإرهاق الأسرى. نيفين سليم، الغد، غزة، فلسطين.